السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم شمس من قناتي اكلة وحاجة حلوة. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الرواني، بس هنعملها بطريقة مختلفة وجديدة مش هتلاقيها على اليوتيوب خالص، لانها بصراحة من اختراعي انا. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي وهتكون شكلها ازاي من جوه وهتطلع حلوة ولا لأ. يلا بينا. شايفين شكل الصينية؟ عادي جدا وشكلها يفتح النفس خالص. بصوا طرية خالص يا بنات. يلا بينا بقى يا بنات عشان نقول المقادير ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لايك، يلا حطي لايك. يلا بقى عشان نبدأ يلا بقى عشان نبدأ مقادير الرواني نفسه واقول لكم ايه معايا. هي بصراحة الطريقة دي اول مرة اعملها، انا بعمل بطريقة تانية بس انا حابة اجدد. انا دايما بخترع حاجات، والله انا مخترعاها لسه مش عارفة النتيجة هتكون ايه. هنعملها مع بعض وقدام الكاميرا وهنشوف النتيجة هتطلع مع بعض ايه، ولو طلعت حلوة هقول لكم بجد حلوة، ولو طلعت مش حلوة ومش عجباني هقول لكم لا ما تعملوهاش او ما نزلهاش. بس يلا بينا نشوف نجرب. دي معايا كوباية دقيق اسبونش المتحدة، كوباية دقيق اسبونش المتحدة. يلا كل سنة وانتوا طيبين. يلا معانا اول طريقة اهي من حلويات رمضان، ومعايا كوباية دقيق كوباية سميد بسبوسة، اللي هو دقيق البسبوسة، سميد بسبوسة فلت، وشلت من الكوباية معلقتين وحطيت مكان المعلقتين معلقتين دقيق قمح، دقيق عادي دقيق زيرو خلاص كده. ومعايا 3 بيضات، يبقى كوباية دقيق سبونج فانيليا وكوباية دقيق بسبوسة، شلت منها معلقتين وحطيت مكانهم معلقتين دقيق قمح عادي، 3 بيضات، فانيليا طبعا فانيليا توصي، معلقة صغيرة كيك شيف بس تكون مليانة يعني اهو يا بنات. واضح معايا عصير تمام كده، بس انا هحط له معلقتين سكر عشان احلي. فهنحلي العصير بتاعنا. انا حطيت لها السكر بصراحه بس مش عارفه هتكون عامله ازاي، هنجرب مع بعض ونشوف. عشان هو الدقيق بيبقى فيه سكر دقيق السبونج، بس ممكن احط لها معلقتين. ثواني كده احط لها ايه، معلقة واحدة سكر باودر. بصوا بجرب معاكم قدام الكاميرا، بقول لكم وصفاتي قدام الكاميرا. ثواني عشان اقول لكم هحط قد ايه عصير برتقال، لان مش هحط ده كله وهصفيه طبعا. فايه بصوا نص كوباية، عارفين الكوبايات دي؟ الكوبايات اللي هي بتاعت الجبنة أو كوباية شاي يعني، هنحط نص كوباية تمام كده. خلاص كده هجيب المضرب بتاعي الكف. ماشي يا بنات، أنا المرة دي هضرب بمضرب الكف عشان هي فيها دقيق بسبوسة فتكون اكيد محتاجة حاجة قوية شوية. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الدنيا تبقى محتاجة برتقال تاني ولا لا. حطي لها بقى مية دافية مش سخنة، دافية. حطي بعد حوالي 3 معالق مية دافية. كده يا بنات انا ضربتها حوالي 4 دقايق، بقت معاكم ده بعد 4 دقايق ضرب. انا هحط لها محسن تيك جي عشان تديني نعومه شويه.
كبير معلقة، هنحط محسن كيك جيل مش كتير، حاجة بسيطة خالص يعني ربع معلقة صغيرة محسن كيك جيل. يلا بينا نشوف كده يا بنات. زي ما انتوا شايفين انا ضربتها 9 دقايق، بقت جميلة جدا زي ما انتوا شايفين الفرن. يلا انزلي حطي لي لايك واكتبي لي احلى كومنت، ولو اول مرة تزوري قناتي يلا اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. الناس بتسألني يعني ايه نفعل زر الجرس، فعلي زر الجرس يعني هيظهر لما تدوسي على كلمة اشتراك هيظهر عندك جرس، هتدوسي عليه هيظهر عندك كلمة كل ولا متخصص، لا هندوس على كلمة الكل وكده هنكون اشتركنا. يلا بينا بقى عشان نحطها في الصينية. يلا بقى عشان نحط الخليط، انا جبت صينية عندي ودهنتها سمنة ما حطيتش فيها اي حاجة تانية. يلا عشان ننزل بالخليط بتاعنا في الصينية. هو كتير ولا ايه؟ نشوف دلوقتي شكله كتير على الصينية. يلا بينا بقى عشان نقطع، بس هي سخنة جدا ومفروض نستنى لما تبرد، بس لا انا هقطع عشان اقول لكم النتيجة زي ما وعدتكم، واقول لكم بجد هتطلع حلوة ولا لا، نعملها ولا لا. بس هي من البداية كده شكلها خطير يا بنات، خطير خطير. بصوا يعني من البداية انا مش عارفة اقطع، مش عارفة يا لهوي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ شايفين شكلها؟ ده الرواني معانا. بس هي كمان عايزة شوية شربات كمان، انا هسقيها تاني شربات كمان. هو ده كان شكل الرواني معانا اهو، شايفين شكلها تحفة وطعمها خطير خطير خطير. اعتمد بالطريقة دي، انا مش هعمل بالطريقة التانية خالص، انا هعتمد الطريقة دي. بصوا يا بنات شفتي انت حاجة احلى من كده؟ بصوا مش عارفة حتى اخدها في الشوكة، شايفين تحفة. بس هي عايزة شربات تاني يعني انا هحط لها شراب تاني، هحط لها كوباية تانية ستلس يعني، انا هجيب كوباية تانية قد دي وهسقيها لها عشان تبقى احلى من كده لانها مش مسكرة، لكن انا حباها تكون مسكرة اكتر من كده. بس هي طعمها تحفة. وكانت معاكم شمس من قناتي اكلة وحاجة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.